ونجد على أيام زميلي حسين ونجد حلمي وكل شركاء نشد على أيام جميعا بكل حرارة بما في كلمة الحرارة من دلالات المعاني على المبادرة التي تأتي في وقت حساس في وقت يشهد فيه العالم وحده اهتمام بارد وحده اهتمام متزايد بالشباب وكلنا نعلم بأن الشباب في خدمة اهتمامات جميع منظومات وبرامج الدول والحكومات ونعلم جميعا أن الشباب رافعة قوية للتنمية البشرية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والريادية. لذلك فجميع الآن الشعوب والأنظمة تولي أهمية قصوى للشباب من خلال استراتيجيات من خلال البرامج التي يعبر عنها شعب ما أو حكومة أو تنظيم ما. لن أكون معكم أكاديميا، سأكون معكم إجرائيا. فالشباب يعتبر قلب اهتمام لوزارة الشباب والرياضة، بحيث وضعت واحد استراتيجية وطنية جديدة، الهدف منها هو الالتقاء بالشبيبة المغربية وتحقيق طموحاتها وتلبيات احتياجاتها، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. ومن ذلك البرامج التي استطرتها من خلال خلاصة الحوار الوطني للشباب، نعرفه المغرب في الأسبوع الأخير من سبتمبر 2012، نشارك به آلاف الشباب والشابات، ندلو بدلوهم حول المشاكل، حول الاحتياجات ديالهم في الصحة، في التعليم، في التكوين، التشغيل، في التخييم، في الأنشطة التربوية، الأنشطة الاجتماعية إلى غير ذلك. والآن تلك الخلاصات كاين مكتب كبير نجلس على السياقة ديالها، والآن الوزارة بصدد إخراجها إلى الوجود، وأول عمل الآن نتشتغل على الآن هو مجلس استشاري الشباب والعمل جمعهم. وأول عملية نطلقتها الوزارة في إطار استراتيجية جديدة للوزارة هو البرنامج الوطني للتخييم عطى للجميع. هذا البرنامج اللي كان إلى حدود سنة 2002 لا تعد الاستفادة للأطفال والشباب صعود 40,700 مستفيد على المستوى الوطني. انتقل سنة 2003 إلى 100,000، 2004 إلى 150,000، 2005 إلى 200,000، وفي ظل الحكومة الجديدة سوف ينتقل في هذه السنة إن شاء الله إلى 250,000، وفي سنة 2004 سوف ينتقل إلى 300,000 مستفيدة ومستفيد. والمخيمات ما بقاش كي كان إجداء مخيمات الصيفية فقط، الآن أمام أنواع جديدة، أمام منتوج جديد جد تخيل. غادي نكون مع مخيمات خارجية
المخيمات الشتوية، المخيمات الربيعية، المخيمات الصيفية، ثم كذلك مخيمات نهاية الأسبوع. والآن الكرة في مرمى الجمعيات الشبابية والمنظمات الكشفية وكل مكونات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا طفولة الشباب. على مستوى التقييم واهتماما بالشبيبة المغربية لم يراعى فقط الجانب العددي، بل تعتمد الآن الوزارة على تجويد الخدمات المقدمة لطفولة الشباب المغرب. من ضمن عملية التجويد هو تأهيل المخيمات على مستوى البنية التحتية، على مستوى التجهيزات الأساسية، وعلى مستوى التجهيزات الخاصة التجهيزات البيضاوية الخاصة بالتنشيط، سواء التنشيط التربوي أو التنشيط العلمي. برنامج آخر أطلقته الوزارة هي بطاقة الشاب. أي شاب شاب عنده الآن واحد بطاقة تسمى بطاقة الشاب، تشوف النور ديالها قريبا إن شاء الله. والفائدة الشباب أقل من 25 سنة. هذه البطاقة تتيح للشاب المغربي مجموعة ديال الامتيازات، سواء في الإيواء ديال مراكز الاستثمار أو في السياحة الثقافية داخل وخارج الوطن، ثم كذلك وسائل النقل سواء البرية أو السكك الحديدية أو الجوية، ثم كذلك هناك امتيازات جديدة للآن تصاف في انتظار إخراجها نهائيا إلى حين الوجود. كاين هناك برنامج الوطني للتشغيل الذاتي للشباب. الوزارة كذلك انخرطت في هذا البرنامج بتمويل مشاريع الشباب، بتمويل مشاريع جمعيات الشباب، وحطت واحد السقف زمني لهذا برامج التمويل من فاتح اكتوبر الى 30 نوفمبر من كل سنه. فكل جمعيه وكل منظمه شبابيه وكل منظمه كشفيه او كل مكون من مكونات المجتمع المدني سوف يستفيد من دعم الوزاره في هذا المجال. ثم كذلك اقدمت عليه الوزاره مؤخرا هو برنامج الوطني للعمل التطوعي والتربيه المدنيه. وكمان تعرفوا بان جيل الستينات وجيل السبعينات وكذلك الثمانينات كان يولي للعمل التطوعي واحد الاهميه كبيره واحد الاهميه قصوى، لكنها بدات تتلاشى هذه الاهميه. والان الوزاره عملت مجموعه من المنتديات، منتديات محلية ومنتديات شعبية. الهدف منها هو ترسيخ ثقافة الفكر التطوعي، وترسيخ ثقافة التربية التطوعية لدى الأطفال ولدى الشباب. من الجميل جدا من خلال المنتديات المحلية اللي كنا على مستويات مراكش، ثم كذلك المنتدى الجهوي يكون على مستوى جهات مركز تنظيم التعاون، انه كانت تبشر بكل خير، بحيث كان الاستجابه كبيره وكبيره من طرف الشباب ومن طرف كافه مكونات الفاعلين الجمعويين. ومن طبيعه الحال ان العمل التطوعي لصيق بالعمل الجمعوي، فمن خلال الأنشطة التي تقوم بها جمعيات المنظمات الشبابية والكشفية فهي أعمال تطوعية، ما تدخل عليها حتى شيء. كل
ذلك خدمة للطفولة، خدمة للشباب، وخدمة لهذا الوطن. ثم البرنامج الآخر هو الصحة المدرسية والجميلية وصحة الشباب. انخرطت كذلك وزارة الشباب والرياضة فالبرنامج الشباب للشباب جون بور جون، وجون بور برنامج جون أكسيون. الهدف منه هو توعية الشباب من كل أمراض، خاصة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة، وخاصة الأمراض اللي تتعرفوا حتى في الشيء في المغرب في الخمس سنوات الأخيرة هي السم، بدعم من وزارة الصحة العالمية، وزارة الصحة، صندوق الصحة العالمي، ثم منظمة الصحة لمكافحة، منظمة الأمم المتحدة لمكافحة السيدة والملاريا والسل، أن مولات مجموعة ديال برامج تحسيسية، برامج توعوية، برامج تكوينية لفائدة جمعية الشباب لمحاربة هذه الأوبئة الفتاكة. ثم هناك برنامج وطني كذلك للمواهب البلاد اللي غادي تلقوا الوزارة خلال شهرين أبريل ومايو لإبراز جميع الطاقات الإبداعية، جميع مواهب الشباب، جميع المجالات وجميع التخصصات. ثم كذلك برنامج وطني آخر والمقامات اللغوية للشباب. فخلال العطل الخريفية والشتوية والربيعية والصيفية سوف تنظم مقامات لغوية في اللغة الإنجليزية بدعم من هيئة السلام الأمريكية، ومرة بصفة خاصة غادي يعرف واحد محطتين في المقام اللغوي في مركز الاستقبال الحافي ومركز في خدمة الشباب ومشوار الأقصبة خلال العطلة الربيعية. ثم كذلك برنامج تبادل ثقافي واستيعاب الشباب، فوزارة الشباب والرياضة المغربية عقدت مجموعة اتفاقيات شراكة من أجل سياحة ثقافية للشباب المغربي، خاصة تونس، مالطا، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، إيطاليا، فرنسا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، كوريا، وبقي الآن قسم الشباب في وزارة الشباب والرياضة ينظم مجموعة لقاءات تواصلية مع خارجية الدول العربية والإفريقية والغرب والغربية من أجل إبرام مجموعة اتفاقية لفائدة الشباب المغربي للتعرف على ثقافات الآخر، على لغات الآخر، على حضارات الآخر. ثم كذلك برنامج الجامعة الشعبية وكملت الأفواه التجربة للجامعة الشعبية منذ سنة 2003 حتى 2008 كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، بحيث تحت فرصة للعامل والحرفي والمهني والمنقطع للدراسة أنه يتلقى مجموعة المعارف، مجموعة العلوم في شتى أنواع المعرفة، خاصة تسارع تقنية التواصل في جميع الفروع التخصصية ديال القانون، في الدراسة الإسلامية، في الآداب العربية والآداب الفرنسية والآداب الإنجليزية. ثم كذلك في مادة السينما، ومادة المسرح، ومادة الفنون التشكيلية، ثم كذلك مواد أخرى. الهدف من الجامعة الشعبية هو تمكين الشباب المغربي من مجموعة المعارف. هناك برنامج وطني آخر هو موسيقى الشباب،
من أجل تأسيس كذلك تربية موسيقية، ثقافة موسيقية إلى الشباب. أطلقت الوزارة واحد برنامج هو التطوع اللي يشجعوا تنشئ فيه المواهب الموسيقية والفنية لدى الشباب. ثم البرنامج الوطني للفنانين التشكيليين الشباب، هناك برنامج تطوع كذلك لفائدة الشبيبة المغربية، الهدف منه هو الدعم وتشجيع بمختلف الوسائل والدعم للفنانين التشكيليين الشباب. ثم كذلك البرنامج الوطني لنصر الشباب لعقد فعاليات على مستوى المحلي والإقليمي والجهوي، واللي غادي يكون تتويج لنصر الشباب في المهرجان الوطني اللي غادي ينظم بالمركز الدولي مجمع كبار الشباب وناشئ بجوز نقاط من 8 إلى 18 أبريل 2013. ثم نقاط القراءة وقلنا نقاط القراءة ومنشدة خفيفة. الآن الوزارة تعمل مع المكاتب الثقافية بالقنصليات والسفارات لتزويد مؤسسات الشباب بكتب ومجلات سواء مرئية أو مكتوبة. هذا إلى جانب الجانب الرياضي. لأن الآن تنكف الوزارة على إحداث المزيد من المنشآت الرياضية، خاصة مراكز سوسيو رياضية للقرب المندمج المعروفة بالسياسبين، بافتراض على الله سبحانه وتعالى أنه للشباب يفرغ هذيك الطاقة الزائدة ديالو ويفتح جميع المواهب ديالو والإبداع ديالو في مختلف أصناف الرياضة. ثم كذلك مراكز في خدمة الشباب، وهو مؤسسات مواجهة للشباب، إلى أن هذا المنتوج الجديد يعتبر جيل جديد من المؤسسات التي تلقاها وزارة الشباب، مراكز في خدمة الشباب وتسمى معروفة بالسائس الجديد، سنتر سيرفيس ديجن. هذا الهدف ديالهم هو العمل المباشر، تكون في ممارسات مباشرة سواء في نقاط إعلام الشباب، أي معلومة يلقاها الشباب يلقاها. ثم كذلك الفنون التشكيلية ورشات في الوزارة البلاستيك ورشات الفنون التشكيلية، ثم الإعلاميات، ثم المنتديات الشبابية. ولا أطيل عليكم الوقت الزاحم. عموما هناك برامج أخرى بتنسد مع وزارة أخرى. الآن توجه الحكومي كاين هو برامج مندمجة. ففي السابق كانت كل وزارة تعمل بفائدة الشباب بمنطقة عن وزارة أخرى. الآن الحكومة تحث جميع القطاعات، جميع الوزارات أن تعمل بشكل مندمج. وأظن أن هذه المبادرة سوف تؤتي قبلها في المدى القريب والمدى